جودة الشيخوخة، هي عندها جودة. حيت كاين الناس اللي كيكبروا كتبقى الملامح ديالو وسنانو وهذاك كيبان مزيان، وكاين اللي كيولي بحال ما هكا، كيولي هريم وكيولي نيت باين عليه بانه هذه. هنا كنسموها جودة الشيخوخة، لا كاليتي دو لا فييز. يعني مثل الاطلس راه كاينه الشيخوخه ماشي ما كايناش، ولكن باقيين واقفين وباقي الكبع على الحيوان وباقي كيمشي وباقي كيعقل وكيسمع ومزيان. ولكن الشيخوخه في اوروبا لا، ماشي بحال بحال، يعني غير الشيخوخه لابد منها. وتقدروا توصلوا حتى اللي كي لا يعلم بعد علمي شيئا، يعني ما كاين اطوار ما فيهاش، ولكن على الاقل ديك الشيخوخه مزيانه اللي كيبقى الانسان شاد شويه كيبقى عاقل. البرتقال نعم غني بالفيتامين سي، وهو مضاد للاكسده، وجميع المواد المضادة للأكسدة هي حافظة للجسم من السرطان وحافظة للجسم من كل ما يجعل الخلايا تشيخ. فهذه الخلايا التي تشيخ هي طبعا هي التي تؤثر على الجسم، وإذا كانت هناك شيخوخة مفرطة أو سريعة يكون سرطان، يعني تتحول الخلايا إلى سرطان. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هناك مادة أخرى قوية هي مادة الليمونين، ندخل الفلافونويدات والبوليفينولات الموجودين في الليمون. ومادة الليمونين كما أقول دائما أن الله سبحانه وتعالى له شأن في خلقه ويخلق الأشياء هكذا، فهو خلق الليمونين في القشرة، تركيز الليمونين كان في القشرة وتركيز الفيتامين سي كان في اللب. إلا كان الناس الآن ما يقدروش يأكلوا البرتقال بالقشرة دياله طبعا، لأن هناك مبيدات، هناك تقنيات زراعية، ربما يسقط الأرض ويصيبه يعني تراب ولا يصيبه بعض الأشياء، لأن يعني الأرض مش نظيفة. ولكن يمكن غسل، من الأحسن يعني يغسلوه ولا يحكوه، كاع يغسلوه ويحكوه مزيان، لأن العصير ديال البرتقال مع القشرة كتعطي واحد النكهة يعني لذيذة جدا. أكيد. ولا الناس اللي ما عندهم أشجار الليمون ما رشيناش ديالهم في الجردة ديالهم، يعني هذه ياخذوا الليمون بالقشرة ديالو يغسلوه مزيان وياكلوه بالقشرة ديالهم الأحسن. أكثر من ذلك غادي نوصل حتى للنوى ديال الليمون، تاهي ما خصهاش تتلاح. ولذلك كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فيه أهمية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى شيء هكذا عبث، لا يمكن، لا يعني هذا حاشا معاذ الله. إنما يجب أن نعلم هذه الأشياء التي خلق الله للبشر، يعني أن نتعامل معها. وهو الله دار الهندية دار فيها الشوك، ودار زيتون مر، وهذا الليمون دار ليه بذور مره، وعنده قشور تاهي ما يقدروش ياكلوها الناس الى اخره، باش يشوف نحن كيف نعمل. الان نحن محتاجين لهذه الاشياء اكثر من الوقت الذي نزل فيه سيدنا ادم عليه السلام الى الارض. ما كانش امراض كثيره هذيك الساعه، وكان الانسان كيجري، كان صياد، كان يعني قوي جدا شديد البنيه وقوي، وكان يعني ياكل الاكل ديالو من الطبيعه لانه كان متوفر جدا وكان شيط. فالآن نحن محتاجين لهذه الأشياء، ليس من للمجاعة، يعني الأغذية متوفرة، ولكن من أجل الصحة لنستفيد من هذه المكونات. دكتور خديجة قصيب تشير لي بأن هناك مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ سيدة فاطمة ديال الدار البيضاء. أهلا سيدة فاطمة صديقة البرنامج، تفضلي. شكرا. كي دايرين؟ لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك دكتور. لاباس فيكم، بارك الله فيكم. البرتقال فاكهة منعشة ياك؟ نعم. وخا غالية هاد الأيام. نعم. عندي بعض الأسئلة دكتور، جاوبني عليها إن شاء الله. إن شاء الله. لماذا يوصى بعدم شرب عصير البرتقال وقت العادة الشهرية؟ نعم. قد ربما يتسبب في عدة اضطرابات يقال للمرأة. وسؤال آخر، هل صحيح شرب نصف كوب عصير برتقال يوميا يقي من خطر السكتة الدماغية؟ نعم. سؤال آخر، لماذا يوصف شرب عصير برتقال بالصباح أو بالأحرى في أول اليوم ودون آخره؟ شكرا. أسئلة جيدة وطيبة. شكرا لك، جزاك الله خيرا. علي، هو الاستفادة من هذه الثمرة هي تكون لما نستهلكها بقشورها وبكل شيء، لأن إذا استهلكناها على شكل عصير لا نستفيد من ألياف خشبية، وألياف خشبية في الليمون هي الألياف الخشبية تغذي البكتيريا الصديقة بروبيوتيك. هي فيها هذه الألياف الخشبية، احنا كنصنفوها بالألياف الدائبة والألياف الغير دائبة، أو الألياف المتخمرة والألياف الغير متخمرة. والألياف الموجودة في الليمون هذيك ملي كيعصروا الليمون وكيلوحوا هذوك سميتو فيهم لي بيكتات،
وهذا البيكتيك الحمض البيكتيك او البيكتات هو كيغذي البكتيريا الصديقه البروبيوتيك الموجوده في القولون. ملي كتنشط البكتيريا الصديقه لا يمكن يكون هناك يعني خلل على مستوى القولون ولا خلل يعني حتى فيزيولوجي. لماذا؟ لان هذه البكتيريا هي التي تنشط هذه الخلايا ويكون الامتصاص يكون احسن، مثلا امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور يكون احسن. ثم ما يكونوش اضطرابات غازيه، الناس اللي عندهم الغازات ولا ما يكونش امساك حاد على مستوى القولون، وما يكونش امتصاص الجذور الحره على الخصوص، لان اذا كان مشكل الجذور الحره ماذا تفعل هذه الجذور الحره؟ يعني كثرنا عليها الحديث، ليش؟ لان عندها اهميه خطيره جدا. الجذور الحره تضرب حمض الدي ان اي الحمض النووي في الخلايا الداخل وتتقلبها خلايا سرطانيه. هذا هو الخطر ديالها. ولذلك حنا كنتكلموا على هذه الجذور الحره، علاش؟ لان هي سبب هذه المصائب هذه. وهناك اشياء اللي كنسموها حنا في الانجب الانجليزيه سكافانجين، كاع المواد اللي كتشد هذيك الجذور الحره ما تخليهاش تضرب الخلايا، هما اللي كنشجعوهم هنا. منهم المضادات للاكسده، هذه الفلافونويدات والبوليفينولات وما الى ذلك، منهم فيتامين سي. سيدتي، المراه لما تكون عليها عند الدوره الشهريه، اولا يجب ان يكون نظامها نظام نباتي ويكون احسن، وما تكثرش من الاكل. بالعكس، ملي كيكون عندها الدوره الشهريه النساء كيبقاو ما يخصهمش ياكلوا بكثره، خصهم يشربوا البرتقال، خصهمش كثره، ما خصش الدم ديالها يكون جاري بكثره، والا غادي يكون عندها يعني نزيف دموي، ضياع ديال الدم. يا سيدتي، المراه ملي كتعمل تحليله بيومين بعد الدوره الشهريه عندها انيميا، عندها فقر دم. لان هي الدم ديالها ضايع وما كالتش في هذيك المده. حتى النساء اللي باغيين يعملوا تحليله باش ما يتخلعوش، لان الطبيب الا دات لي التحليله عندها نقص يعني الكريات الحمراء والهيماتوكريت والهيموغلوبين، طبعا غادي يقول لها عندك انيميا، ولذا ما خصهاش تعمل تحليله الا 6 و8 ايام بعد الدوره الشهريه. وملي تكمل الدوره الشهريه ديالها خاصها تاكل دجاج بلدي، لانه غني بالحديد وغني بالبروتينات سهله الامتصاص، باش دغيا ترجع هذاك الاشياء، نعم، اللي ضاعت. والفيتامين سي، عصير الليمون هو عصير حامض وفيه فيتامين سي وفيه املاح كذلك، هو من الاشياء اللي كتجري الدم اللي كنا كنهضروا عليها، ماده الليمونين. اذا ينصح بعدم شربها اثناء الدوره. نعم، من الاحسن، ولكن انا ما كتلوش علي نشربوا كوب، ما نظنش ان كوب غادي يضر المراه اللي عندها الدوره الشهريه، لا اظن غير ما يكتلوش، ما يكونش افراط في الاستهلاك. هذا من جهه اخرى، ان شرب كاس من العصير، انا اقول تناول برتقالتين كبيرتين، وحنا في المغرب لماذا لا تكون 6 برتقالات الا كانوا الناس قدروا يشريوا؟ انت قالت هل تقي من السكته؟ نعم، ياكل كيلو ديال الليمون ولا زوج، بالعكس هو جيد. تقي، انا قلت بان هذا البرتقال هو ينشط الخلايا الدماغيه، لانه فيه فلافونويدات والفيتامين سي وحمض السيتريك. حمض السيتريك طبعا هذا للمراره وللكليه، غادي نعاود نتكلم عليه شوي. ثم هذه الالياف الخشبيه هي كتخلي البكتيريا القولون تنشط، بمعنى ان المغنيسيوم والفوسفور غادي يكون امتصاصه والكالسيوم، ولذلك ما غاداش تكون سكته دماغيه، لا يمكن ان يكون هناك شيء على مستوى الجهاز العصبي، هذا اكيد. وكنلاحظوا على ان المناطق اللي فيها الليمون هي مناطق فيها اطفال اذكياء، يعني كنلاحظ منطقه بني ملال مثلا، كاين منطقه ديال الملويه، منطقه الغرب، كاين منطقه، هذه مناطق اللي فيها الليمون، والناس اللي كيستهلكوا الليمون بكثره مناطق ذكيه. علاش؟ لان هذيك الفيتامين سي كينشط الخلايا ديال الدماغ، كيخلي الناس ما كيتعب كيعياش، يقيد الضلعية الدماغي. ثم كاين امتصاص ديال المغنيسيوم والفوسفور، وهو نيت الليمون فيه حديد ومغنيسيوم وفوسفور، فيه املاح معدنيه، فيه مانغانيز كذلك، فيه املاح معدنيه من غير الفيتامينات اللي كاينه، فيتامين سي، وفيه فيتامين شويه ديال الاو ديال بي، الاو ديال او على الخصوص، لان فيه شويه ديال الكاروتين كذلك، لان هذا اللون الاصفر فيه الليمونين وكذلك الكاروتين، وهذا الكاروتين مجموعه في القشره، كيلاحظوا الناس على ان القشره صفراء فيه شويه ديال الكاروتين، وهذا الكاروتين كذلك للبصر هو جيد، لان بروفيتامين هذه اللي كاينه. حمض السيتريك العلي اللي موجود في الليمون هو موجود بتركيز عالي، كاين في الحامض اللي كنسميوه حنا الحامض الليم، كاين في الحامض اكثر، وكاين في البومبلوموس، وكاين عاد الليمون، يعني كاين في الحامض اكثر منهم كاملين، ومن بعد تابعوا البومبلوموس او هذا البرتقال الهندي كنسموه حنا البوم جرانيت. ثم كاين في الجريب فروت، هذا الجريب فروت كاينين في المغرب دابا موجودين يعني، وكاين في البرتقال اكثر حمض سيتريك، كاين تركيز كبير، تركيز كثير جدا، وهذا حمض سيتريك
هو اللي كيذوب هذيك الحصى ديال المراره وما كيخليش الحصى ديال الكليه كذلك، يعني هو كيغسل هاد الاعضاء الحمض السيتريك من الاحماض العضويه الجيده، يضاف الى حمض الاسيتيك الموجود في الخل الموجود حمض الماليك الموجود كذلك في بعض الفواكه. يعني المزايا ديال الليمون البرتقال يجمع ما بين الحمضيات العضويه بالنسبه للجهاز الهضمي، بالنسبه للالياف الخشبيه فيه البيكتات، حمض البيكتيك هو اللي كيزود بكتيريا ديال القولون كيخليش يعني واحد الخلل على مستوى القولون، في الفيتامين سي والليمونين مضادات للاكسده كذلك شويه بيتا كاروتين هذه يحفظ مثلا من السكر، وفي زيوت طياره، في كذلك زيوت طياره فيها بعض التيربينات وفيها بعض الاشياء اخرى اللي كتدخل، يعني كيلاحظوا الناس هذيك القشره ديالهم اللي كيعصرها كيخرج منها واحد الماده طياره ليسونس. نعم وهذيك المواد الطياره الان هي اللي خدموا عليها ابحاث دارت عليها وحتى هي فيها واقيه من السرطان وهي كابحه للجراثيم، بمعنى ان ملي كتكون هذيك القشره ديال الليمون يعني كتحمل هذيك الزيوت الطياره، هذيك الزيوت مطهره ديزانفيكتور، واذا كان ملي كناكلوها هذيك الزيوت الطياره كتسرح هذيك يعني الحنجره، كتسرح الحنجره مزيان وكتطهر هذيك الصدر من هذيك البكتيريا التعفنيه. نعود للسؤال الاخير للسيده فاطمه الدار البيضاء، بالنسبه لماذا ينصح بشرب عصير البرتقال في الصباح؟ عصير جميع العصائر تشرب في الصباح يكون احسن. نعم لماذا؟ لان كي تشربوا تكون معده فارغه احسن، لان اولا هذه الحمضيات العضويه هي غادا تخلي هذيك تترطب المراره، كتخلي هذوك الحصوات يبداو ينقصوا يذوبوا، ثم العصير مع الصباح هو كاين امتصاص الاملاح المعدنيه كيكون مع الصباح يكون احسن، وكي كيتنشط هذيك هذا العصير بالعكس انا كنقول الا كالو الفواكه يكون احسن. علاش؟ لان كتمشي هي الاولى كتوصل للامعاء هي اللي كتزود هذيك البكتيريا ديال 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 الامعاء، هذا من جهه. من جهه اخرى ان الجسم محتاج السكريات سهله، الميتابوليزم كيعطي طاقه بسرعه، ومكون الفيتامين سي هو منشط للجسم وكذلك مسخن كيسخن الجسم. كينفع اكثر من اللي كيتشرب الصباح، كيكون امتصاص ديال 100%. والناس اللي عندهم فصيل دموي او ما كيحتاجوش الهضمات، ما محتاجينش الهضمات، ولكن الاشخاص اللي عندهم فصيل دموي ا على الخصوص لانهم نباتيين عندهم المعده ديال معينه، اللي عندهم فصيل دموي ا لازم ياخذوا كاس ديال العصير من بعد شيء الوجبات الدسمه، الوجبات الثقيله خصهم ياخذوا كاس كبير ديال العصير الحامض، الليم هذا الحامض، عصير الحامض، ولا ياكلوا الطروف هذا الحامض في الوجبه ديالهم. علاش؟ لان كيزيدهم شويه في حموضه المعده كتكون ناقصه، وكيساعدهم على الهضم وكذلك على الامتصاص. اذا معنا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ زكريا. زكريا من دار البيضاء. اهلا بك سي زكريا، تفضل. مالك فيك؟ كنوجه السلام للدكتور الفايد، انا من المتتبعين ديالو ومن المحبين ديالو. بارك الله فيكم، بارك الله. الله يبارك فيك السيد الدكتور. غير بالنسبه للليمون انا عندي مع واحد المشكل، طول من الصباح كنعشق نشربو الصباح، ولكن كي كنشربو ما كنقدرش ناكل نهار كامل، كيكون لي واحد الحموضه في المعده ديالي. نعم. وبالليل عاوتاني نفس المشكل، الا شربتو بالليل والنعاس كيكون لي واحد الحموضه، يعني ما كن. شنو الفصيل؟ شنو الفصيل الدموي ديالك؟ بي بلس. بي بلس. نعم. كمل. نعم. ويعني ما كنبغيش خاطر نشوفو بحال دابا كنكون كسب حمام ولا شي حاجه كيبان لي ضروري كنبغي نشربو، ما كنبغيش زعما نخليه صراحه. نعم. اذا شكرا سي زكريا. شكرا لله. بارك الله فيك، بارك الله فيك اخ زكريا. نعم كثير من الناس ماشي اللي البرتقال كيسبب لهم مشكل، اشخاص اللي عندهم قرحه المعده كتكون عندهم الا ما خصش الحموضه تكون زايده، ما خصهمش ياخذوا اشياء حامضه، ممنوع عليهم عصير البرتقال هذو اللي عندهم يعني القرحه ولا ياخذوهم اللي تكون المعده عامره، وما ياخذوش عصير، ياكلوا الليمون يعني بعد الوجبه ممكن ياخذوا شويه ما يستافدوا منه. وكاين طريقه الان اللي نصحنا بها الناس اللي عندهم القرحه باش ما يضيعوش المواد اللي كاينه في البرتقال خصوص البيكتات، انهم يعصروا بالعكس يحيدوا العصير وذاك الشيء اللي تبقى هو اللي طحنوه مع الماء ويشربوه. هذه طريقه يعني بسيطه وجيده باش يستافدوا من الالياف،
وحتى من هذيك البقايا ديال الاملاح المعدنيه والفيتامينات والليمونين اللي كاينين في هاد البقايا اللي غادي يبقاو، لان غادي يزولوا هذاك العصير اللي حامض، والحموضه كتكون في العصير خصوص، وغادي يستافدوا من المكونات الاخرى اللي هي مكونات صحيه وطبيه اللي بقات في هذيك، لان كاين الناس كيبقى فيهم الحال يعني حنا كنلقاو واحد الحل دائما وسط يعني، وهذا الشيء مركز على العلم، بما ان الحموضه هي اللي كتسبب لهم مشكل فكنزولوا ذاك الشيء الحامض، ولكن ما تبقى هو كذلك مغذي. كيف كيفاش ملي كيعصروا الحامض الليمون الليمون البرتقال البرتقال هذاك اللي بقى القشور وذاك الشيء اللبابه ديالها اللي بقات الدخله ليا يحاولوا يعاودوا يطحنوها، يعاودوا يطحنوها بالطحانه ديال الخضر مع شويه الماء معدني فهمتي، ويديروا واحد العصير ما كيكونش حامض وكيكونوا فيه هذوك الالياف الخشبيه والليمونين المواد اللي كاينه في الليمون باش يستافدوا منها. غادي يستافدوا ب 70 75% من المواد الليمون من المواد البرتقال بهذا، يعني كنزعوا العصير كنخليوه نعم هذاك اللي تبقى كيطحنوه مع ماء معدني. هذا الاخ اللي عنده الحموضه هذه حالات، يعني انا اقول بان جميع الفواكه الحامضه كتعطي كتزيد عندي حموضه زائده في المعده، وكاين اللي عنده حموضه المعده ديالو هي نيت طبيعيا تكون حامضه، يحاول ما امكن اولا الى محتاج هذا عصير الحامض ما يشربوش على معده فارغه، يكون واكل ولا يكون شي حاجه وما يكثرش منه، واحسن من ذلك انه يمزجوا فاكهه اخرى، من الاحسن يمزجوا مع التفاح. يعني واش كيهرس هذيك؟ نعم الا مزجوا مع التفاح ما يكونش مشكل، ليس هناك اي مشكل. او الخوخ ولا الخوخ ولا فاكهه اخرى، يكون معها فاكهه ربما الجزر فاكهه اخرى. وحتى الا وقع له هذا الانزعاج كنسميو حنا الستوميك اوبسيت، الا وقع هذا الانزعاج هذا ما يكونش مشكل، يعني هو ماشي ضار. والاشخاص اللي كيعمل لهم العصير اسهال هو جيد، هذا كيدخل في الكلينس يعني الغسل ديال الجسم، هو جيد غير يعرفوا يتعاملوا معه، يشربوا ماء بكثره، ماء دافئ بكثره، ولا يعملوا شاي ولا شيء. وهذاك اليوم اللي عملوا فيه الاسهال ما ياكلوش لحوم، لان الهضم ما غاديش يكون جيد لان دايرين اسهال، من الاحسن ما ياخذوش لحوم، لان اللحوم غادا تلوث بعد ما غسلوه وما داروا الكلينس. ياخذوا الخضار سكريات ولحوم ما ياخذوهمش هذاك النهار، ياخذوا خضار، ياخذوا رز، ياخذوا خبز، ياخذوا اي شيء غير لا هاد اللحوم ومشتقات الحليب والسكر، لانها هي في الهضم نعم غادا تشكل مشكل المعيدة كبير. اذا ما كانش هناك سؤال، كاين باش ما ننساوش هذوك النوى ديال الليمون اللي كيرميوهم الناس ما كيعجبوهمش، اللي كيطحنوا الليمون راهم كيطحنوا جيد، كاين اللي كيصفي بالصفايه بالمصفات ويزول هذوك البذور، ماشي البودور كتطحن وكيبقى ذوك سميتو ما كتطحنش مزيان، كيزول ذوك الطروفه اللي بقاو واخا زيد، لان ملي كتطحن ذوك البودور ملي كيطحنوا كاين مواد اخرى ديما الحاجه المره في هذه جليكوزيد، وهذوك الجليكوزيدات المره هي المواد الطبيه الموجوده في جميع النبات، يعني معالجه فيها شويه لوكسالات، ما فيهاش كسالات كثير حيت الناس كيقول لك النوى كلهم مسمومين، لا كميه لوكسالات اللي موجوده في هذيك النوى لا تشكل